طيب النهارده في مباريات كتير في مختلف الدوريات، هنقول اهم هذه المباريات لان زي ما احنا عارفين دايما متابعه الدوريات الاوروبيه بتكون مهمه جدا بالنسبه لنا، لان كلها مباريات بتبقى ممتعه في الحقيقه. زي ما شفنا امبارح في الدوري الانجليزي كده، مباريات كلها كانت غايه في النديه والاثاره كما هو المعتاد طبيعه الدوري الانجليزي كده، لكن لسه في مباريات كمان مهمه النهارده. خلينا نبتدي بالدوري الانجليزي الاهم واللي يعني بيشهد متابعه اكبر بكتير عن اي دوري اخر. فالنهارده في ماتشين في الدوري الانجليزي في اطار الجوله رقم 6 من البريمير ليج. ساوثهامبتون مع ويلفرهامبتون، المباراه انتهت بفوز ويلفرهامبتون بنتيجه 1-0. احرز الهدف راؤول خيمينيز، اعتقد اول هدف ليه من فتره طويله جدا، لان هو كان غاب بسبب اصابه كانت في الراس خدت منه وقت كتير. يعني النهارده قمه من قمم هذه الجوله، بخلاف مباراه القمه اللي كانت امبارح ما بين مانشستر سيتي وتشيلسي واللي تفوق فيها مانشستر سيتي 1-0، لكن النهارده مباراه ايضا مهمه جدا ما بين ارسنال وتوتنهام هوتسبير. مباراه هتكون في تمام الساعه 5:30 مساء. ده بخصوص الدوري الانجليزي. اما بخصوص الدوري الاسباني فالنهارده في مباراه لعبت ما بين ريال مايوركا واساسونا. اساسونا فاز 3-2. مباراه بتتلعب في هذه اللحظات ما بين برشلونه وليفانتي، يعني يا ريت تقولوا لي يا جماعه النتيجه كام. و 2-0 برشلونه. طيب يعني برشلونه ابتدى يستفيق واضح من خلال هذه المباراه، فمتقدم حتى الان بنتيجه 2-0. اما ريال سوسيداد مع اليتشي، مباراه الساعه 6:30. رايو فاليكانو مع قادش، ايضا مباراه في نفس التوقيت، والساعه 9 بالليل مباراه ريال بيتيس مع ختافي. دي مباريات الدوري الاسباني. اما بخصوص الدوري الايطالي فيوفنتوس مع سامبدوريا، خلصت المباراه فوز يوفنتوس 3-2 في مباراه شهدت خروج ديبالا باصابه وبكى كمان اثناء خروجه واحرز هدف خلال هذه المباراه بالمناسبه. ساسولو مع ساليرنيتانا انتهت بفوز ساسولو 1-0. اودونيزي مع فورنتينا 1-0 فورنتينا، انتهت المباراة. امبلي مع بلونيا 4-2 لامبلي. الساعة 6 لاتسيو مع روما، والساعة 9 الا ربع نابولي مع كالياري. الدوري الالماني بخوم مع توتنهام، او عفوا بخوم مع شتوتغارت. توتنهام في الدوري الانجليزي دي مباراة حتى الان يعني بتقام، والتعادل السلبي فيها بدون اهداف. فرايبورغ مع اوكسبورغ دي مباراة هتكون الساعة 5:30. اللي يهمني في مباراة بخوم وشتوتغارت ان نجمنا المصري عمر مرموش بادي المباراة وبيأدي اداء جيد، وفي اهتمام كبير جدا بيه، وفي تطور كمان في مستواه، ده امر واضح جدا، وهو احد العناصر اللي تم استدعائها في منتخبنا الوطني لمباراتي ليبيا اللي نتمنى فيها كل التوفيق للمنتخب باذن الله تعالى عشان يعتلي صداره المجموعه في اطار المنافسه على التاهل لبطوله كاس العالم.